بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الكتاب 34، كتاب الإمارة. والإمارة أن يكون للمسلمين أميرا ينظم شؤون حياتهم، فيأخذ مظلمة المظلوم من الظالم، ويقوم برعايتهم وتنظيم شؤونهم والدفاع عنهم، وتنصيب حاكم للمسلمين أو أمير فرض كفاية على الأمة، إذا قام به البعض سقط على الآخرين، فإن لم يقوم البعض تعين على طائفة تسمى أهل الحل والعقد وهم العقلاء من الأمة والعلماء، أن يجتمعوا وينصبوا واحدا منهم، ولو لم يفعلوا يأثموا، لو لم يفعلوا يأثموا. فتنصيب حاكم للمسلمين أمر واجب شرعي لا بد أن يفعله المسلمون حتى يكمل الدين وتحافظ على بيضة الإسلام والمسلمين، وإلا ذابوا في الأمم وضاعت الحقوق فيما بينهم. الباب الأول، باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش، يعني الإمامة أو الإمارة، الإمامة والإمارة. في بعض المصطلحات لازم ناخد بالنا منها. الإمام والأمير والملك الأمير اللي احنا نقول عليه الوقت في زماننا الرئيس، والملك هو كل من أخذ الحكم قهرا ولو كان عادلا يسمى ملك، يعني عمر بن عبد العزيز آل إليه إرثا، والأمويون أخذوا الحكم قهرا بالإرث والقتال، يبقى اسمه ملك ولو كان عادلا، ولا يسمى خليفة أو إمام. واضح؟ أما من أخذ الحكم بالوجه الذي يرضاه الله، أي شورى بين المسلمين أهل الحل والعقد دون أن يقهر أحد، بل جاءه دون أن يطلبه، فهذا هو الخليفة. فإن تحققت فيه صلاح الدين والدنيا، يعني هو دين في ذاته عالم كبير في الدين وفي نفس الوقت عالم في سياسة الناس، يسمى إمام. فليس كل خليفة إمام. والإمامة جزء منها وهبي من الله، وجزء منها كسبي من العبد. ولم يطلق إمام إلا على سيدنا علي في الخلفاء الراشدين.
لجمعه بين إمامة الدين وإمامة الدنيا. وإن كانت اجتمعت إمامة الدين وإمامة الدنيا أيضا في الخلفاء السابقين له سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان، إلا أن الإمامة كانت أوضح ما تكون في سيدنا علي بن أبي طالب، وحتى أن الصحابة كانوا يقولوا إيه الإمام علي، ما كانوش يقولوا أمير المؤمنين ولا يقولوا الخليفة، يقولوا الإمام علي. والإمامة منصب ألوهي يجعله الله سبحانه وتعالى لمن شاء، وقد تكون الإمامة لمن ليس له السياسة، كما قالت إلى سيدنا الحسن حتى بعد تنازله عن الخلافة والحكم لمعاوية كان أيضا سيدنا الحسن ما زال إماما، فالإمامة لا تزول حتى ولو زالت منه سياسة الملك، لأنها منصب إلهي يعطيه الله سبحانه وتعالى لمن شاء ويجعله مؤهلا لها. إني جاعلك للناس إيه؟ إماما. يبقى الإمامة بجعل إلهي لا بتنصيب بشري، فليس كل رئيس إمام، لأن الإمامة منصب إلهي هو الذي ينصبه الله سبحانه وتعالى لمن شاء. إني جاعلك للناس إماما، فهو جعل إلهي. الناس تبع لقريش والخلافة في قريش، أي الخلافة الراشدة يعني. في بعض العلماء ومعظم أهل السنة قالوا الخلافة في قريش هي الخلافة مطلقا طول العمر إلى طول الزمان، ولكن هذا يخالف الواقع، ويبدو أن الخلافة في قريش هي الخلافة الراشدة. ليه؟ لأن لابد نفهم ذلك، لأن الواقع أثبت ذلك، والواقع المفروض أنه لا يخالف كلام النبي. فلو فهمنا أن الخلافة في قريش وأن النبي أخبر هذا خبرا ثم يأتي الواقع يخالف، يبقى نصطدم بالنص ونضطر أننا نكذب النص أو نقول أن في كتب الصحاح أحاديث ليست صحيحة لأنها اصطدمت مع الواقع، ولكن لابد أن نفهمها بطريقة توافق الواقع. والطريقة التي توافق الواقع أن نجعل الخلافة في قريش هي الخلافة الراشدة، الخلافة الراشدة. والخلافة الراشدة كانت 30 عاما، بدأت بسيدنا أبي بكر وانتهت بسيدنا الحسن، حتى تنازل الإمام سيدنا الحسن وكان يسمى الإمام الحسن، فهي إمامة أيضا. والإمام الحسين إمامة، جعل إلهي جعلهم أئمة آل البيت، لأنهم إن لم يقودوا الناس سياسة قادوا الناس تربية وروحانية، فهم أئمة على كل حال حتى ولو زال منهم الملك ما زالت لهم الصدارة في القيادة الروحية والتربوية للأمة والعلمية. باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 804,000، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعنيان الحزامي حا قال وحدثنا زهير بن حرب وعمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي حديث زهير يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال عمرو رواية الناس تبع لقريش في هذا الشأن، يعني في شأن إيه؟ الإمامة. ومعظم الأئمة الروحانيين أو السياسيين الذين جعلهم الله أئمة كانوا من قريش بالفعل. الناس تبع لقريش. الإمامة العلمية مثلا في المذاهب آلت إلى الإمام الشافعي وهو قرشي، نقول عليه الإمام الشافعي. شوف إمامة، والإمامة جعل إلهي، جعل إلهي
فهمت بقى؟ والإمام الشافعي كان إماما في العلم، اجتمع فيه القرشية والعلم، يبقى إمام بحق. وباقي الذين قيل لهم إمام وليسوا قرشيين يبقى إمامة علمية فقط وليست إمامة أيضا روحية. إذا اجتمع العلم مع القرشية اجتمعت مع الإمامة الروحية، إمامة علمية روحانية. فهمت؟ الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. وعن أبي قال، وده اللي حصل على فكرة، وممكن نفهم الحديث على فكرة هنا بطريقة مؤقتة وليس مستمرة. يعني ايه مؤقتة؟ يعني الناس هنا هم اهل جزيرة العرب في عصر النبوة، حيث ان معظم قبائل العرب قالت ننتظر، اذا اسلمت قريش نسلم وان لم تسلم لا نسلم. وده اللي حصل، فكانوا الناس تبع لقريش فتوقفوا عن الاسلام حتى فتحت مكة واسلمت قريش، فلما اسلمت دخل الناس في الاسلام. ويبقى الناس هنا اي المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس الناس في كل عصر وفي كل مصر. يمكن ان يحمل الحديث على هذا المعنى ايضا ويكون معنى صحيح في الفهم، ويكون هذا الحديث حديث مؤقت بعصر معين وهو عصر النبوة، حيث قال ايضا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله. والمقصود بالناس هنا هي قبائل العرب التي وقفت ضده، وليس مطلق الناس. واضح؟ لابد ان نفهم هذه الاحاديث بطريقه حتى لا تصطدم مع الواقع. وعنه به قال، وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس تبع لقريش، يعني العرب المعاصرين لعصر النبي. الناس هنا يعني تبع لقريش، لأن معظم القبائل تواطأت وقالت عندما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في قريش، قالوا إن صدقوا قومه اتبعناه، وإن لم يصدقوه فهم أدرى به منا. مش ده اللي حصل؟ فيبقى الناس كانوا تبع لقريش في العصر النبوي الشريف، وليس معناه في كل عصر وفي كل مصر. واضح؟ خلافا لما ذهب إليه بقى الشيعة والروافض، وجعلوا الأئمة لازم يبقوا من قريش إلى يوم القيامة، حتى إن لما غابوا قاعدين منتظرين الإمام الغائب. تصور غريب للأحاديث وفهم أحاديث الإيه؟ فهم غريب للأحاديث، لأنهم قالوا كلمة الناس عامة لكل زمان وكل مكان وكل جنس وكل نوع. والناس كثيرا جدا ما يأتي لفظ الناس وهو عام يراد به مخصوص. واضح؟ يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم، وده اللي حصل. بمجرد فتحت مكة دخل الوفود العرب في الإسلام أفواجا، بعدما وجدوا أن قريش أسلمت تبعوهم في الإسلام، وقبل إسلام قريش تبعوهم في الكفر. يبقى الحديث صحيح وقد تم وانتهى ومتعلق بعصر معين. واضح؟ لكن هل الناس الان في الكفر تبع لقريش الان ولا تبع لليهود والاعلام الامريكاني؟ تبع لليهود، وكان قبل كده تبع للينين والماركسيين والمجرمين من شتى الدول المختلفه، مش كده برضه؟ يبقى ليس المقصود في كل زمان وفي كل مكان يبقى تبع لكفار قريش او تبع لمسلمي قريش. هذا الحديث لو فهمناه بهذه الطريقه هنصطدم مع السنه، ونضطر نقول ده فيها حديث موضوع، زي مسلم فيها حديث موضوع. ليه موضوع؟ لانه يخالف الواقع. لا يخالف الواقع، انت اللي فهمته بطريقه تخالف الواقع. فهمت؟ قل من نبه على ما انبه عليه على فكره.
من المفسرين. فاحرص على هذه المعاني، لان كثير من الناس اصطدمت مع حديث صحيح مسلم والبخاري وانكروا ما فيها. زي مثلا الدكتور عدنان ابراهيم، هو راجل قارئ وعقلية عظيمة جدا ومطلع اطلاع كبير، لكن عقله اصطدم مع هذه النصوص وجعلها على عمومها فوجدها مخالفة للواقع، فقال ان هناك في صحيح مسلم وصحيح البخاري ما يخالف الواقع، فعلينا الا نسلم لكل ما في البخاري ومسلم، لانه لم يفهمها بهذه الطريقة، فهمها على انها على عمومها، فلما عممها وجدها مخالفة للواقع فاضطر ان يحكم على بشذوذها. فهمت بقى؟ فلا بد انك تفهمها بطريقه منضبطه. ومنهج عدنان ابراهيم كان منهج كثير من المعتزله وكثير من الروافض وكثير من الخوارج كمان. هذا المنهج يؤدي الى مخالفه الاجماع، فاحذر هذا المنهج. ولو وجدت حديث لا تستطيع ان تفهمه وجدته منصدما للواقع فاتهم نفسك ولا تتهم الحديث، اتهم نفسك واجعله من الاحاديث المتشابهة لا افهم معناها، ارويها دون ان اشرحها ولا احكم عليه، تواضع ولا تجعل عقلك فوق الحديث بل اجعل الحديث فوق عقلك. يبقى الناس تبع لقريش، اي الناس المعاصرين للعصر النبوي الشريف، وده بالفعل لما تقرا في السيره القبائل قالت كده. ننتظر ايمان قريش او كفر قريش، ان امنت امنا وان كفروا كفروا معاه. فهمت؟ ده اللي قالوه. فالنبي هنا يقرر الواقع صلى الله عليه وسلم، ولا يصدر حكما عاما لكل زمان ومكان. وعن ابي قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال حدثني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش، يعني الناس اي العرب، العرب المعاصرين في العصر النبوي الشريف، قبائل العرب المحيطه بمكه، الناس تبع لقريش في الخير والشر. وعن ابي قال وحدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد عن ابيه قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي من الناس اثنان، لا يزال امر النبوه والامامه الروحيه في قريش ما بقي الناس اثنان، الامر اللي هو امر الديانه، وامر الديانه يقتضي قياده روحيه وقياده سياسيه، فان افترقت السياسه بقيت القياده الروحيه. فهم؟ وعن ابي قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا جرير عن حسين عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حا قال وحدثنا رفاعه بن الهيثم الواسطي واللفظ له قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله الطحان عن حسين عن جابر بن سامرة رضي الله عنه قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيه 12 خليفة. يبقى ده دخل سمع النبي بيتكلم في حديث فدخل في وسط الحديث ما يعرفش سبب الحديث، يعني ما يعرفش ايه النبي بيتكلم في ايه، اي امر يعني. فهم؟ ده هو دخل سمع جزء من الحديث ولم يسمع سبب الحديث، يوم يجعلوا بعد كده الشيعة اصل من اصول الدين ويبقوا الائمة عندهم 12 بس بنص حديث الاثنى عشر. مين قال؟ لو بيتكلم في موضوع في وسط الكلام دخل سمع ان هذا الامر لا ينقضي الا باثني عشر خليفة، اي امر يعني، امر الدين ولا امر الخلافة ولا امر الامارة ولا امر القيادة ولا امر ايه بالظبط، اني امر. فهم؟ يوم يعملوا عليه مذهب كبير ودول ورايات وقتال وحروب
وكتب ومؤلفات، وكلها على فهم قطعة من جملة غير معلومة في أي حديث كانت تتكلم. يقول دخلت على النبي وجدته كان بيتكلم في موضوع فلقطت منه الجملة دي، اقتطعها من وسط الكلام، وبالتالي يبقى تحكى ولا ينبني عليها شيء لأنها مقتطعة من وسط الكلام، ونحن لا نفهم إلا بالسياق والسباق واللحاق. أين السباق؟ أي ما سبق هذه الجملة وما لحقها بعد ذلك من كلام، فلا ينبني عليها، وبالتالي يبقى الحديث يروى ولا يشرح، لا شرح له، بل شرحه روايته فقط. ولا نقعد بقى نعد واحد اثنين ثلاثة ونبتدي الأئمة من مين؟ من سيدنا علي ولا من سيدنا الحسين ولا من سيدنا الحسن ولا من أولاد الحسين ولا من أولاد الحسن؟ نقعد بقى نعد، تعد على إيه؟ أنت ما تتعبش نفسك خالص، الحديث يرويه كده. لماذا؟ لأن الذي سمعه من النبي سمعه بغير سياق، فكأنه اقتطع جزءا من حديث طويل من النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لنا سياقه، وبالتالي إذا غاب السياق غاب الفهم الصحيح. فلا ترهق نفسك في تفسيره، ولا تنشئ مدارس لتفسير هذا الحديث كما أنشأوا دول الاثنى عشرية، ملايين مملينة سموا نفسهم الاثنى عشرية عشان الحديث ده، جم في حديث مقتطع من سياق عملوا دول وعملوا جيوش وعملوا فلسفات وعملوا مؤلفات تملأ هذا المسجد وتزيد، كلها على حديث مقتطع من سياق. فهمت بقى؟ هذه الخطورة. فنحن لا نكذب بالحديث وأيضا لا نحاول أن نشرحه لأنه مقتطع من السياق، ولكن نرويه كما هو ويكون شرحه روايته فقط. فلا بد أن نتأدب، ولا بد أن تقف عند حدود عقلك. لا ينقضي حتى إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. قال ثم تكلم بكلام خفي علي. قال فقلت لأبي ما قال؟ قال كلهم من قريش، يعني خفي عليه ما سبق وخفي عليه ما لحق ولم يسمع إلا جملة. أعمل من الجملة دي فلسفة كبيرة أو أكذب بالحديث كله كما ذهب عمان إبراهيم يكذب بالحديث كله، ولك صحيح مسلم فيها حديث موضوعة. لا نكذب بالحديث كله لأنه صحيح الإسناد، ولا نعمل به ولا نشرحه، فقط نرويه. لماذا؟ لأنه مقتطع من السياق بنص الراوي، دخل والنبي كان بيتكلم قبل كده كلام ما سمعوش، ولما سمع الجملة دي النبي قال كلام بعدها ما سمعهاش كمان، يعني لا سمع اللي قبلها ولا سمع اللي بعدها وجاي يقول لي جملة. طب وانا الجملة دي ابني عليها دين؟ فهم؟ الجملة اذا خرجت من فهم النبي صحيحة، لكن كيف افهمها؟ اتوقف عن فهمها حتى اسمع السياق ما سبق وما بقي. ولكن النبي عندي مصدق. طب اشرحها. النبي مصدق لا استطيع ان اشرح. لماذا؟ غاب عني ما سبق وما بقي، والجملة اذا اقتطعت من السياق صعب فهمها. فهمت؟ في بقى علماء قعدوا يعدوا 12 ويعدوا على صوابعهم. يعد على صوابعك ايه؟ تعد على ايه؟ ازاي انت تاخد جملة مقتطعة وتبتدي تبني عليها علم وفلسفة وبعدين تنسب هذا الى كلام النبي؟ يبقى انت كأنك انت بتكذب النبي، هيؤدي تفسيرك هذا للتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه قد لا يوافقه عقول باقي الامه. يجي عالم تاني يقول لك لا اللي انت عدته غلط، والتاني يقول له لا وانتوا الاثنين اللي عدته غلط، انا هعد عد تاني، ورابع يجي يقول لا انا هعد عد خامس، ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. ولكن هذا خطا.
وعن أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي فسألت أبي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلهم من قريش. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن جابر ابن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ولم يذكر لا يزال أمر الناس ماضيا. وممكن يبقى الناس هنا برضه هم العرب وليس الناس هي أمة النبي من العرب ومن غير العرب في كل زمن وفي كل مكان. ممكن يبقى الناس هنا هم العرب في عصر النبي بس صلى الله عليه وسلم. يبقى الاثنى عشر خليفة دول هم الاثناشر قائد اللي قادوا حروب الرد، ما كانوا اثناشر في حروب الرد. مش محتمل؟ محتمل، محتمل حاجات كتيرة، وطالما قابل الاحتمال يبقى لا تجعله أصلا من أصول الدين. حديث يحتمل معاني كثيرة فلا تجعله أصلا من أصول الدين ولا تنكره أيضا، فلا تنكره ولا تجعله أصلا، ولكن يكفيك أن ترويه. وعن أبي قال حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة، ثم قال كلمة لم أفهمها فقلت لأبي ما قال، فقال كلهم من قريش. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن داود عن الشعبي عن جابر بن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة، قال ثم تكلم بشيء لم أفهمه فقلت لأبي ما قال، فقال كلهم من قريش. وعن أبي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون حا قال وحدثنا أحمد بن عطوان النوفلي واللفظ له قال حدثنا أزهر قال حدثنا ابن عون عن الشعبي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أبي فسمعته يقول لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة، فقال كلمة ضمنيها الناس فقلت لأبي صمنيها الناس، يعني كانت إيه خلاني الناس ما سمعتهاش بضوضاء الناس، يعني صمنيها الناس يعني ما سمعهاش كويس يعني. فقلت لأبي ما قال، قال كلهم من قريش. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن المهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلام نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكتب إلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي يقول لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش، وسمعته يقول عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى أو آل كسرى، وده حصل في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب. وسمعته يقول إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم، يعني مدعي نبوة ومدعي صلاح ومدعي إصلاح وكلهم كذابين فاحذروهم. وسمعته يقول إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. وسمعته يقول أنا الفرط على الحوض صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد أنه أرسل إلى ابن سمرة العدوي قال حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر نحو حديث حاتم. باب الاستخلاف وتركه.
يعني ايه؟ يعني لو حاكم للمسلمين ارتضوه فحكمهم، فهل يجب عليه وهو على فراش موته ان يستخلف من بعده احد ام لا يجب، ويترك الامر للمسلمين يختارون ما يشاءون؟ فهمت؟ ادي معنى الاستخلاف وترك، ان يوصي من بعده لخليفة حاكم او لا يوصي، هل يجب عليه ذلك ام لا؟ الراجح انه على الاختيار، فالنبي لم يستخلف، فمن لم يستخلف فله في رسول الله اسوة حسنة، ومن استخلف من بعده احد يجده صالح فله في سيدنا ابي بكر اسوة حسنة، فسيدنا ابو بكر استخلف عمر ووفقه الناس، ومن لم يستخلف واحدا بعينه بل اختار مجموعة يختار منهم واحد فله في سيدنا عمر بن الخطاب اسوة حسنة، فقد ترك الامر شورى في ستة، مش كده برضو؟ ومن لم يستخلف مطلقا زي سيدنا عثمان بن عفان فله في رسول الله اسوة حسنة، فالنبي لم يستخلف نصا بالنص، فهمت؟ وبالتالي الامر متروك على المصلحة، متروك لامام المسلمين على المصلحة حيث ما يراه فيه المصلحة، إن وجد أنه إذا استخلف بعده فردا معينا يؤدي هذا إلى اختلاف الناس فعليه أن يسكت، وإن وجد أن المصلحة أن يستخلف حيث أن الناس قد يختلفون على الاختيار فيريحهم من الاختيار فلا بأس، وإن لم يجد فردا معينا ولكن وجد مجموعة فلا بأس أن يترك الأمر لهم فيستخلفوا، يسموهم أهل الحل والعقد، يعني كل هذه الطرق مباحة، يعني أي وسيلة لانتقال الحكم بعد إمام للمسلمين أو خليفة للمسلمين كل الوسائل جائزة، ولكن الوسيلة التي تؤدي إلى التناحر وقتل والقتل والدماء والإرث هي التي فقط غير جائزة لأنها تؤدي إلى الظلم، فلا توريث، فلا تستخلف من بعدك واحد من صلبك حتى لا تكون وراثة، لأن الوراثة ملك والإسلام ليس ملكا، فهمت بقى؟ فلا تجعلها ملكا كما فعلها معاوية بن أبي سفيان، حولها من خلافة إلى ملك عضوض، وانبنى على هذا قتل آل البيت وتناحر الأمة واجتياح المدينة وهدم الكعبة وما فعله الحجاج في سيدنا عبد الله بن الزبير في الكعبة، كل ده بسبب ايه؟ شؤم الوراثة، فشؤم الوراثة يؤدي الى التناحر والتقاتل، فاما يستخلف، وان استخلف لا يستخلف واحد من صلبه حتى لا تكون وراثة وحتى لا يتهم انه يريد ان يجعلها ملكا، ان اردت ان تنصح المسلمين فاجعلها في فلان وفلان، هذا لا يكون من اقاربك ولا يكون من صلبك ولا من اقاربك ولا من اسرتك حتى لا تجعلها ملكا عضوضا ويكون لك في معاوية اسوة سيئة، لان معاوية هو الذي سن دي السنة السيئة في الامة وانبنى عليها مخازي كثيرة الى الان نعاني منها، فهمت بقى؟ باب الاستخلاف وتركه. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب بن محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حضرت أبي حين أصيب، حضر أبو اللي هو مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب، حين أصيب، حين ضربه أبو العلاء المجوسي وهو في المحراب في صلاة الصبح، ده سيدنا عمر بن الخطاب، كويس؟ حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا جزاك الله خيرا، يعني مدة حكم سيدنا عمر كانت ايه؟ 10 سنين وعدة اشهر، كانت كلها ايه؟ عدل ورخاء وصيانة وامانة وفتوحات ونظام، فاثنوا عليه ان هو ادى المهمة على خير حال، وقالوا جزاك الله خيرا، فقد فقال راغب وراهب. انتوا جايين بقى تشكروني هنا، واحد منكم راغب في الخلافة عشان اما يشكرني اقوم انا ايه اقول له خدها انت بدالي،
فهمت ازاي؟ او بتقولوا كده عشان خايفين مني. شفت كلام سيدنا عمر؟ اصله كان سيدنا عمر كده ما يعرفش مواربه، ما يعرفش المواربه، راجل كده ايه ستريت فورورد، مستقيم، ما عندوش لوعه. فقولوا انتوا جايين ده وقته تقولوا لي جزاك الله خير وبتاع، انا بتاع الكلام ده عشان تقولوا لي كده علشان اقول لك اخ خليها انت ليك من بعدي راغب فيها، او الاخر راهب يعني خايف لحسن انا لما اخف وربنا ينقذني من الازمه دي، ما يمكن اخف ما اموتش، تقوم انت ايه خايف لحسن اخف، او ما تقولش انت كلمه حلوه تقوم انتقم منها منك بعد ما اخف، فخايف من انتقامي يعني. فهمت ازاي؟ او انكم بعضكم راغب ايه ورايب، يعني راغب في الخلافه او راغب في عطائي. فهمت ازاي؟ او راغب في نفاقي ومداهنتي، والتاني راهب كلمه عامه تحتمل كل هذا. فقال راغب وراهب، قالوا استخلف. طيب يا سيدي احنا راغبين ولا راهبين بقى؟ استخلف لنا، اختار لنا واحد، استخلف اختار لنا واحد مكانك. لما عرفوا انه هيموت، عرفوا انه هيموت ازاي؟ قعدوه كده وسندوه وجابوا له شويه لبن يشرب بعد ما يتجرح، فبيشرب اللبن لقوا اللبن خارج من بطنه، فعرفوا انه هيموت. فهمت؟ يبقى معناه الضربه وصلت لايه؟ للمعده بتاعته، فتحت معدته. عندهمش كان في جراحه، طبعا لو دلوقتي في جراحه هيخش على فندق خيط المعده ويخف، اسمه يخف خلاص مع السلامه، لكن ما كانش في جراحه، كانوا عارفين كده ان اللي يتجرح في بطنه ويجي ياكل يطلع الاكل من بطنه ده هيموت بعد عده ايام. بيجي له بقى التهاب بريتوني وتسمم دموي ويموت في 5 6 ايام. فهم عرفوا خلاص مجربينها من طعنات السيوف والحروب. فهمت بقى ازاي؟ فاول ما شرب اللبن ولقوا اللبن خرج من بطنه قالوا استخلف بقى. عرفوا على طول انه ميت، مش هيتعدي، مش هتعدي الضربه دي. فهمت؟ قالوا استخلف. فقال اتحمل امركم حيا وميتا؟ انتوا عايزين تدخلوني في ازمه؟ اتحملت امركم وانا حي، وبعدين استخلف من بعدي يطلع واحد ظالم اقوم اخد انا وزر وانا ميت في قبري؟ انتوا عايزين تودوني في داهيه؟ شفت بقى ازاي منتبه سيدنا عمر؟ قال اتحمل امركم حيا وميتا؟ لوددت ان حظي منها الكفاف، من الدنيا يعني، لا لي ولا عليا يعني. الكفاف يعني ايه؟ يعني لا لي ولا علي، ادي معنى الكفاف، لا علي ولا لي، وهو نفسه شرح الكفافه، لا علي ولا لي، يعني لا عايز اخد ثواب ولا عايز اخد عقاب، انا عايز اطلع منها كده سليم وخلاص. فان استخلف فقد استخلف من هو خير مني، اللي هو ابو بكر، ما استخلفه. فان استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني ابا بكر، وان اترككم فقد ترككم من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت الايه؟ الفهم العميق. قال عبد الله: فعرفت انه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف. يعني هو عنده اسوه، النبي حمل حاجه وابو بكر عمل حاجه. تفتكر عمر هيعمل اللي عمله مين؟ على طول فهموها، على طول فهموا على طول ان هو هيعمل زي ما النبي عمل. وبعدين قعدوا يلحوا عليه يلحوا عليه يلحوا عليه، ما هو قعد مات بعدها بعده ايام، كل يوم يا امير المؤمنين استخلف نرجوك عشان خاطرنا ارجوك، يلحوا عليه يلحوا عليه. فقال لهم خلاص يبقى الامر في ست، فاختار لهم ست ما اختار لهمش واحد. قالوا طب عبد الله بن عمر حطوا معاهم يبقوا سبعه اوتر. قال لهم لا، يكفي آل الخطاب واحد منهم. فهمت ازاي؟ وقال لهم ده لا يحسن مع زوجتي، ده مش عارف يطلع زوجته، هنخليه يمسك المسلمين، لانه كان طلع زوجته وهي حائض وعمل مش عارف ايه، واخد بالك؟ فده ايه؟ حكمه الصحابه، التربيه النبويه الشريفه، وبعد النظر، واخد بالك ازاي؟ وفي نفس الوقت عنده اختيارين، اختيار عمله سيدنا ابي بكر واختيار عمله النبي، فيقدم ايهما،
والاثنين على هداية كبيرة، بس أيهما أهدى؟ النبي هو أهدى الخلق. فهمت بقى إزاي؟ وأدي حكمة الصحابة رضي الله عنه. وهذا يدلك أيضا أن النبي لم يستخلف، خلافا لما ذهب إليه الشيعة الإمامية أن النبي استخلف سيدنا علي ابن أبي طالب، وخلافا لما ذهب إليه العباسيون أن النبي استخلف العباس عمه. فهمت بقى؟ كل الأحاديث دي تدل على أن هذه المذاهب السياسية اللي خرجت مذاهب لا دليل لها من السنة النبوية، وأنها مبنية على أوهام بلا أقدام، ليست لها قدم تقف عليه لا من حديث ولا آية. فهمت بقى ازاي؟ وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، يعني لما يقول فإن رسول الله لم يستخلف وسيدنا علي قاعد كان حيوافق؟ لو كان الرسول استخلف سيدنا علي وعمر وهو على فراشه بيقعد يقول النبي لم يستخلف، سيدنا علي قاعد كده والعباس قاعد، هيقولوا له ايه استخلفنا؟ ايه يا عمر اللي بتقوله ده؟ ما كانوش يسكتوا على الحق؟ كل ساكت يبقى دليل ان النبي لم يستخلف. فهمت بقى ازاي؟ لان كل يوم كانوا بيجتمعوا عند سيدنا عمر لحد ما مات بعد طعنته، كل يوم كبار الصحابه يجتمعوا حواليه علشان يمرضوه ويخففوا المه، وكان يجي له حراره عاليه وكان يغموا عليه ويعملوه كمادات. فهمت بقى ازاي؟ لحد ما توفاه الله. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد وألفاظهم متقاربة. قال إسحاق وعبد أخبرنا، وقال الآخران حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر قال دخلت على حفصة رضي الله عنها فقالت أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ بتقول لي لأخوه عبد الله أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ قال قلت ما كان ليفعل؟ قالت إنه فاعل. يعني سيدنا عبد الله بن عمر مش موافق إن أبوه يموت وما يستخلفش حد، المسلمين هيختلفوا. فهم؟ قلت ما كان ليفعل، يعني لا ينبغي له أن يتركها بغير استخلاف حتى لا يختلف المسلمون. ده رأي سيدنا مين؟ عبد الله بن عمر. قالت إنه فاعل، أنا شايفاه إن هو مش ناوي يستخلف، لأنه هو لمح أن النبي لم يستخلف وهو عايز يعمل زي النبي. فهمت إزاي؟ وهي كانت بنته الكبيرة وكانت عارفة أبوها كويس، وحتى كنيته لبنته أبو حفص نسبة لحفص، فهي بنته الكبيرة البكرية فحفظ أبوها. فهمت إزاي؟ فعرفت على طول أبوها يا عبد الله أنت مش فاهم، أنا عارف أبويا مش هيستخلف. فهمت؟ قال فحلفت أني أكلمه في ذلك فسكت حتى غدوت ولم أكلمه. كان ليه هيبة يخاف، هو قال أنا هكلمه يخش يخاف يكلم أبوه. قال فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا حتى رجعت، فدخلت عليه فسألني عن حال الناس وأنا أخبره. قال ثم قلت له إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك، زعموا أنك غير مستخلف وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع، فرعاية الناس أشد. يعني لو أنت عندك راعي غنم بيرعى غنمك وسابها، وأنت سبت الغنم دي من غير راعي تبقى بيعتها، لازم تولي واحد مكان. فهم؟ يكلموا بمثال من البيئة يعني. فرعاية الناس أشد. قال فوافقه قولي. أم إيه؟ قاعد يفكر في كلامه، لا كلام وجيه. فوافقه قولي، قاعد كده يفكر. سيدنا عبد الله بن عمر بقى قال إيه؟ ظاهر أبويا اقتنع، هيفكر بقى يقول حاجة يعني. فوافقه قولي فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إلي فقال إن الله عز وجل يحفظ دينه، وإني لئن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. قال فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر
فعلمت انه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم احدا وانه غير مستخلف. والله تعالى اعلى واعلم. ونقف على النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، والكلام ده موجه للإخوان المسلمين وللفرق الجهادية ولكل مسلم ألا يطلب الإمارة لأنها خزي وندامة إلا من أخذها بحقها، واخد بالك؟ والله تعالى أعلى وأعلم. غدا إن شاء الله نكمل بإذن الله. ما قلنا النهاردة أمر مهم لن تجده في كتب التفسير، وهتدخل في كتب التفسير تجد كلام غريب الشكل، أنصحك ألا تقرأه، وإن قرأته ألا تصدقه، وإن صدقته ألا تعلمه للناس. أنصحك. فهمت إزاي؟ ألا تقرأه، وإن قرأته لا تصدقه، وإن صدقته لا تعلمه للناس، لأنه ظنون. فهمت؟ وانبنى عليها إراقة دماء آلاف مؤلفة من المسلمين من أيام سيدنا عثمان لحد يومنا هذا بسبب سوء فهم هذه الأحاديث. فهمت إزاي؟ لدرجة انها جعلت بعض المفكرين ينكروا الصحاح لانها انبنى عليها مفاسد شديدة، فقالوا هذه احاديث انبنى عليها مفاسد شديدة فانكرها اولى، فانكروا الصحيح، وهذا خطأ. فهمت بقى ازاي؟ فاحرص على ما قلناه اليوم، فهو من توفيق الله وبإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون